هادو شتها. يلا ميميليزاسيون كاريا تعمل السيكيف وخاص الاسناد بمعتمديه. الحجم الساعي المقدر في هذا تاع دروس الدخان هذا من سنه 2008 بدات هنا 2008 تنشوفوا مدى تكوين وتمرس هؤلاء الضباط. واحد ان القياد البشري الذي يعتبر حجر الزاويه لاي مسعى عملي ناجح مثمر وفعال بل وجاد، كما أن رسالة المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي لا تقتصر على الجوانب التأهيلية وغرس المهارات وترسيخ المعارف والعلوم العسكرية فحسب، بل تهدف إلى تكوين الإنسان الملتزم بتعهدات حيال جيشه ووطنه.